وزعت جمعية السواد الخيرية ببني الحارث 500 حقيبة مدرسية للطلاب المحتاجين والفقراء دعما منها للطلاب ومن أجل مواصلة العملية التعليمية في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها الشعب والوطن. يعيش التعليم في اليمن جراء الحصار المفروض عليه من قبل العدوان أوضاعا صعبة فاقمتها الأوضاع الاقتصادية التي كثيرا ما تعطل الطلاب عن مواصلة تعليمهم وتعيق العملية التعليمية برمتها، فالطالب بات يفتقر إلى أقل الإمكانات. رغم الفقر، رغم المعاناة، رغم الأزمات، رغم ضرب الصواريخ على اليمن، ما شاء الله مكافحة البنات. ببرد بيجين وما بش معاهن فعلا، لا سندوتش ولا زي ولا اي حاجة، لكن رغم هذا بيتعلمين لان احنا شعب يمني وان شاء الله كلنا ندرس، كل واحد ان شاء الله يساعد الثاني. جمعية السواد الخيرية شاركت الطالب الفقير والمحتاج بمشروع خيري داخل 4 مدارس في اطار مديرية بن الحارث، وزع خلاله 500 حقيبة مدرسية مكتملة تشجيعا لهم وتحديا للظروف التي فرضها العدوان والحصار. قمنا بتوزيع حقائب مدرسية الطلاب الفقراء والأيتام الأشد والنازحين، طبعا الحقائب هي 500 حقيبة في بني الحارث لأكثر من 4 مدارس، وإن شاء الله يستفيد الطلاب. هذا الحقائب عبارة عن تشجيع بسيط للطالب في ظل الظروف الحالية اللي نعيشها بسبب العدوان. الإسهام في التخفيف من وقع الحصار على الطالب واجب المجتمع ككل، وما تقدمه منظمة المجتمع المدني في المدارس هو جزء من تلك المهام التي تقع على عاتق الجميع تجاه الوطن وأبنائه. بسبب الأزمة التي متواجدة، بسبب الناس يعني أطفالهم ما عاد يخرجوش المدرسة لأنه من النواقص، ما فيش ملتزمة، ما فيش شنيط معاهم، ما فيش حاجات المدرسة، في يضطروا يخلوهم في البيت، فإحنا سوينا هذا المشروع إن شاء الله بقدر ما استطعنا. يعني إحنا عملنا كلمسة في المجتمع، كشيء عملنا للطلاب. حقيقة الأمر سعدت اليوم بما لاحظته من كادر مؤسسة السواد، هذه الجمعية الجميلة اللي تمتلك طاقة بشرية من الشباب المبدعين اللي بيقوموا بمبادرة أحيانا توعية. تبقى المدارس في حاجة إلى جهد كبير لتعود إلى حالها السابق الذي انحدر باستهداف العدوان، البنى التحتية لها بالقصف، والكادر التعليمي بالحصار وإيقاف المرتبات على إثر القرار الغير مشروع بنقل البنك المركزي إلى محافظة عدن. محمد جميل، اليمن اليوم.